على مدار الأيام الماضية تردد هاشتاغ بوريس جونسون على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، والسبب ليس اختراق قرار أو فيديو مثير للجدل، بل هذه المرة هو قرار مصري والذي يحدد إذا كان سيتم سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني. ولكن أعزائي المشاهدين، نجا بوريس جونسون من محاولة سحب الثقة منه بعدما حظي بدعم العدد الأكبر من نواب حزبه، وأجرى حزب المحافظين الحاكم بالأمس تصويتاً بشأن سحب الثقة عن جونسون بناءً على رغبة العشرات من نوابه في البرلمان. وحظي جونسون بدعم 211 نائباً في مقابل 148 نائباً صوتوا لصالح حجب الثقة عنه. فلنتابع لحظة إعلان القرار ونعود إليكم. Good evening. I can report as returning officer that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. Yeah. الشهور الأخيرة شهدت زيادة في الانتقادات لرئيس الوزراء البريطاني بسبب اختراقه للاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا، حيث أقيمت حفلات في مقرات حكومية خلال فترة الإغلاق الذي شهدته البلاد بسبب الجائحة. كما تعرض جونسون لضغوط متزايدة من جانب أعضاء البرلمان، وذلك بعد أن غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلات في مقر رئاسة الوزراء. مشاهدينا الكرام، شاركونا آراءكم في قرار عدم سحب الثقة من جونسون، وهل تعتقدون أنه كان أفضل حل أم لكم رأي آخر؟